وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد، قال الله العظيم في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من دون اختيار منا جئنا إلى هذه الحياة، ومن دون اختيار منا نرحل عنها، ومن دون اختيار منا كنا زملاء لكواكب ونجوم ومجرات، ونعيش مع مجموعة مما خلق الله من الحيوانات والنباتات والبحار والجبال ومختلف أنواع الموجودات، سواء كانت من الكائنات الحية أو غيرها. مطلوب منا ونحن الذين أتي بنا إلى هذه الحياة من دون اختيار أن ننجح في امتحان الله، ذلك أن الهدف من الخلق في هذه الدنيا أن نمتحن. فالدنيا قاعتان في قاعة واحدة، هي قاعة ابتلاء وامتحان وقاعة السباق. أنت تتسابق مع غيرك في الخيرات، وفي ذلك فليتسابق المتسابقون، وأنت في كل لحظة تتعرض للابتلاء والامتحان. من أهم امتحانات الله للبشر هو امتحان العلاقات، علاقتك بربك، علاقتك بأنبياء ربك، علاقتك بزملائك في الخلق الذين خلقهم ربك، علاقتك بالأشجار، علاقتك بالنباتات، علاقتك بالبحار، علاقتك بهذا الجو الذي تعيش فيه، حتى علاقتك بالهواء والماء. أنت ممتحن من هذه الناحية بالذات، لأنها هي القضية الرئيسية. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. علاقة الإنسان بربه لا خيار له فيها، الله هو الخالق ونحن المخلوقون، الله هو الرازق ونحن المرزوقون، الله هو المطعم ونحن الذين نطعم، كل شيء هو ونحن لا نملك شيئا. العلاقة هي علاقة عبودية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما عندك خيار ثاني، أنت مجرد عبد، خلقك الله في لحظة إرادة، وخلقك في هذا الزمان وفي هذا المكان بإرادة خاصة منه. هذا الكون، هذه الحياة، مو جهاز فوتوكوبي استمساخ، وإنما كل واحد منا خلق بإرادة خاصة من ربه، ويقضى عليه في هذه الحياة أيضا بإرادة خاصة من ربه. نحن لسنا مثل النباتات الذي قد تخلق، وهي أيضا مخلوقات الله، لكن قد يقال أن هذه النباتات في الصحراء ليس كل نبتة مخلوقة بإرادة خاصة، لكن بالنسبة إلى الإنسان الأمر مختلف تماما. وخلقك الله لنفسه، بمعنى أن قيمة كل ما حولك هو بمقدار ما يخدمك كإنسان. يعني قيمة الشمس بمقدار ما تخدم البشر، قيمة القمر، قيمة الجبال، قيمة البحار، قيمة الوديان، قيمة الهواء، قيمة الحيوانات، قيمة الحشرات، بمقدار ما تخدم هذا الإنسان. لكن قيمة الإنسان بمقدار ما يخدم ربه، وبمقدار ما يعبد ربه، وبمقدار ما يطيع ربه،
وإلا لا قيمة له. نحن أصفار، ربنا هو الواحد الأحد، بدون الواحد الأصفار بالملايين والمليارات لا تساوي إلا صفرا. في العلاقة مع النبي باعتباره خليفة الله وأمينه في أرضه، فإن الإطاعة والتسليم هي العلاقة الطبيعية التي لا بد أن نلتزم بها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تسليم لأمر النبي باعتبار أن النبي يمثل الله في هذه الحياة. أما علاقتنا بمن حولنا من البشر، علاقة الإنسان بالإنسان، كيف يجب أن تكون هذه العلاقة؟ ما هو الجامع المشترك الذي لا بد أن نلتزم به من منظور الدين؟ نعم، كل الناس عندهم جوامع مشتركة، يعني العائلة جامع مشترك، العشيرة جامع مشترك، الجيرة جامع مشترك، الوطن جامع مشترك، لكن ما هو الجامع المشترك الذي لا بد أن نلتزم به وفيه الامتحان وفيه الابتلاء وعليه الثواب وعليه العقاب؟ علاقتي بأخي، علاقتي بالبشر بالناس. مع الأخذ بعين الاعتبار أن خالق الجميع واحد، يعني ما عندنا خالقين، خالق واحد، ربك ورب ما ترى ومن ترى هو واحد، والله عز وجل. إذن العلاقة كيف يجب أن تكون؟ الإمام علي سلام الله عليه في كلمته المعروفة المشهورة قال: الناس إما أخ لك في دين أو نظير لك في الخلق. في عالمنا اليوم العلاقات نظموها إما على أساس الوطن، مواطن مواطن، يقول هذول مواطنين اثنين، إذن من حقهم أن يستفيدوا من خيرات هذا الوطن بالتساوي، لأن الوطن هو الجامع المشترك. مواطنة كثيرا ما تسمع أنا مواطن، أو بعض الفئات المظلومة عادة ما تصرخ وتقول شنو إحنا مواطنين من الدرجة الثانية. المواطن يعني مواطن، يعني من يعيش في هذا الوطن، من يعيش في هذه الأرض، هذا جامع مشترك، وبناء عليه وضع البشر كثيرا من القوانين. ما دام أنت مولود في هذا الوطن، ما دمت عشت في هذا الوطن 5 سنوات بناء على بعض القوانين في بعض الدول، فمن حقك أن تحمل جنسية تلك الدولة وتصبح أنت أيضا مواطن متساوي مع الآخرين. لك حق المشاركة في الانتخابات، لك حق في خيرات هذا الوطن، هنالك قوانين هذه وضعت للمواطنين وليس لغير المواطنين، هذه القوانين أيضا تشملك. المواطنة قاسم مشترك، وهي التي تنظم حياة الناس في كثير من البلدان. لكن من حيث الدين، شنو هو الجامع المشترك ما بينك وبين من هو معك وعندك؟ من حيث الدين، بناء على الرؤية والمنظور الديني، بناء على البصائر الدينية، فإن القاسم المشترك هو الإيمان. ما يجمعك مع أخيك هو الإيمان. طبعا إذا كنتم على دين واحد، لكن إذا ما كان الإيمان هو القاسم المشترك، إذن نظير لك في الخلق. مثل كل مخلوق من مخلوقات الله إلى حق، حتى الحيوانات لها حقوق، ولا يجوز لأحد أن يعتدي على حق حيوان بأي شكل من الأشكال. حتى لو كنت تملك هذا الحيوان، هل من حقك أن تضربه بالعصا مثلا؟ رأى النبي أحدهم يضرب ناقته بالعصا، قال: استعد للحساب، ترى يوم القيامة الله يوقفك. صحيح أن الحيوانات لا تحشر يوم القيامة، لكن الحيوانات المظلومة تحشر، وينتقم الله للمظلوم من الظالم ثم تعدم. هذه الحيوانات تعدم اللي كانت
حتى ما بين الحيوانات عندنا رواية، لو أن عنزة نطحت عنزة أخرى، لكن هاي العنزة كانت ظالمة وتلك مظلومة، رب العالمين يحيي العنزتين يوم القيامة، فالمظلومة المضروبة هنا في الدنيا تنطح الظالمة اللي ظلمتها في الدنيا ثم يميتهم الله. الله عادل، الله في موقع العدل من مملكته. إذن فيما يرتبط بنظيرك في الخلق في حقوق معينة لازم تراعيها، ما لك حق تتجاوز على حق من حقوقه، لكن من يجمعك معه الإيمان هذا بالنسبة لك شيء مثل مواطن ومواطن، ابن عشيرة وابن عشيرة، ابن عائلة وابن عائلة، إنسان وإنسان، لا شيء أعلى من هذا وما يرتبط بالماديات. الأخوة إنما أداة حصر، إنما المؤمنون إخوة، يعني ما دام هذا مؤمن مثلك فأنت وياه أخوه. زين أخوه يعني شنو؟ شنو حقوق الأخوة؟ ممكن الآن نتكلم حول حقوق الأخوة، لكن العلاقة الطبيعية التي يريدها الإسلام منا أن نلتزم بها مع من يجمعنا وإياه الإيمان هي علاقة الأخوة. إنما المؤمنون إخوة، بمقدار ما هذا الإيمان يزداد في قلبك أخوتك تتقوى. إذا شفت أنت علاقتك بأخيك المؤمن علاقة ضعيفة أعرف إيمانك ضعيف، هنا الإيمان ضعيف لذلك علاقتك ضعيفة. إذا شفت أنت ويا أخوك اللي ولدت في عائلة واحدة شكل، ومع أخيك المؤمن شكل آخر، أعرف إيمانك ضعيف. صحيح أن الأقربون، أن طبعا هاي مو رواية، الأقربون أولى بالمعروف، بس عندنا بالنسبة إلى الوصية أنه فالوصية للأقربين، لكن أخوك ربما مقدم في بعض الأمور باعتباره رحم. صحيح لا صدقة وذو رحم محتاج، عندك ذو رحم يحتاج، أنت ما تعطي ذو رحمك هو هم محتاج فتروح تعطي للغريب، لا هنا المقدم ذو رحم. لكن مع قطع النظر هذه الاستثناءات، أنت يجب أن تنظر إلى الناس المؤمنين بصفتهم إخوة لك. كلما ازداد إيمانك كلما هذه الأخوة تزداد. شو المطلوب؟ شعرنا أو علمنا، طبعا هذا حكم شرعي، يعني أنا ما يحتاج أقنعك بأنه لازم في داخلك تشعر بأن هذا أخوك، هذا حكم شرعي، رب العالمين يتكلم في هذه الآية وده يصدر حكم، حكم إنما المؤمنون إخوة. مطلوب لقضية الأخوة أمران، الأمر الأول أن نمد الأخوة بعوامل البقاء والاستمرار، تتعاون وياه، تعطي وتأخذ، تثق به، تنجيه إذا وقع في مشكلة، تساعده، تقرضه، تزوره إلى آخره. يوم القيامة رب العالمين يعاتب بعض عباده ويقول مرضت فلم تعدني، الله جبار السماوات والأرض يقول مرضت فلم تعدني، احتجت فلم تعطني، شو القصة؟ رب العالمين أنت؟ قال عبدي المؤمن، أنت حينما تزور أخاك المريض في الحقيقة تزور الله، أنت حينما تعطي لأخيك المحتاج فإنك تعطي لله. لذلك الإمام زين العابدين سلام الله عليه كان إذا أعطى مبلغا من المال بيد الفقير ربما قبل يد الفقير وربما قبل يد نفسه. ليش؟ يقول هذا أنا أعطيته بيد الله، طبعا رب العالمين، تعالى الله أن يكون جسما، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لكن من حيث الواجب الشرعي اللي تؤديه، لأنه أخوك المؤمن، لأنه أخوك المؤمن، إذن حينما تعطيه أنت معطي لإيمانه بالله وإيمانك بالله، هذا القاسم المشترك، كأنك أعطيت الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ عجيب، شو رب العالمين محتاج؟ الله عنده خزائن السماوات والأرض، شلون يقول من ذا الذي يقرض الله؟ يعني يقرض عبده المؤمن كأنه أقرض الله عز وجل، بناء على أمر الله أقرض،
فهو أقرض الله. أولا أن تمد، يعني تشعر في قرارة نفسك، ما تشعر مو مهم عندي، بس واجب شرعي أن تنظر إلى أخيك المؤمن وكأنه أخاك، إنما المؤمنون أخوة. الشيء الآخر أن تصلح هذه العلاقة كل يوم، كل يوم تصلح هذه العلاقة. خلي أضرب لكم فرد مثال، واحد من أقربائي بعيدين، هذا مرة شفته عنده سيارة فولكس واجن، هاي السيارة اللي نص دائرية، مرتبة نظيفة، ركبت وياه، شوف عنده سيارة. بعد أكثر من 20 سنة غبت عنه وعن ذلك المكان اللي كان فيه، ثم التقيت به مرة أخرى، وأكثر من 20 سنة هم شفت عنده سيارة فولكس واجن ونظيفة ومرتبة. قلت له شنو أنت عاشق هاي السيارة، هذا الموديل أنت عاشقه؟ قال لي ليش؟ قلت له قبل أكثر من 20 سنة وعندك سيارة فولكس واجن، اليوم أنا مشتري لك سيارة فولكس واجن. قال هذه نفسها. قلت له هاي نفسها نظيفة مرتبة. قال أنا أختلف عن غيري، غيري يوم اللي يشتري سيارة ما يهتم بعوامل الصيانة، المي يقلب السيارة، الدهن يقلب السيارة، الفحوصات الفنية ما يسويها، أنا عادة ما أهتم بالسيارة، وإذا حدث أن خلل ما حدث بالسيارة بسرعة أصلحها. شايفين أكو في بعض البلاد، وأنا رأيت هذا الشيء، ما أريد أجيب اسم ذاك البلد، البيوت اللي عندهم فيكتوريان هاوس، يعني من زمن الملكة فيكتوريا، هي بعد نفس البيوت باقية ما تهدمت. شو احنا يوم اللي نبني لنا فرد البيت بعد 20 سنة هذا البيت صاير عتيق، بيسقط على رؤوس أصحابه. شو عجب هذول بيوتهم تبقى 100 سنة 200 سنة 300 سنة. مرة اشترينا فرد مركز في تلك الدولة كمركز إسلامي، بعد يوم شفت واحد يطرق الباب، فتحت الباب واحد سلم طبعا على طريقتهم، هلأ مو يعني سلام عليك، وعنده فد كيس وياه. قال أنا كنت متفق مع صاحب البيت القديم أنه كل أسبوع أجي أمر البيت أشوف إذا مكان ما في إشكال يحتاج إلى تصليح إلى كذا أنا أصلح له، هل أنت مستعد أن تستمر وياي في هذا العقد؟ أنا أيضا أجيكم كل أسبوع أشوف البيت، أتشيك البيت حسب تعبيره. قلت له شنو تسوي؟ قال شوف هاي الجنطة الصغيرة اللي أنا شايلها، شوية فيها جص، شوية فيها سمنت، فالطابوقة صغيرة، شوية حدايد، شوية قطع مال بواري مثلا، فتشي كله في صندوق الكبرات بيده. قال أي شيء شفت فيه إشكال أنا أصلحه. قلت أخي شيء جيد، كم المطلوب؟ قال لي المبلغ، اتفقنا وياه. عرفت أن هذه البيوت تبقى لأن دائما عندهم صيانة، إحنا إذا شفنا فرد مشكلة في هذا الجدار ما نصلحه إلا يوم اللي يتهدب على رأسنا، إذا شفنا مشكلة بالسيارة، إذا شفنا في الأجهزة نخليها يوم اللي تتلف، بعد ما تشتغل نشيلها نوديها عند المصلح. كما في الأجهزة، كما في البيوت، كما في القضايا المادية، كذلك في القضايا المعنوية، ومنها الأخوة. تريد تحافظ على أخوتك لازم تمد هذه الأخوة بعوامل البقاء، أنت تساعده هو هم يساعدك بالنتيجة، البشر بشر. ليه تقول أنا ساعدته وما ساعدني؟ أولا أنت واجب عليك تساعد حتى لو ما ساعدك، يعني إذا هو ما قام بواجبه هذا لا يبرر أن لا تقوم بواجبك. إذا الرجل ظلمك لا يجوز لك أن تظلمه، أنت واجبك لازم تأدي، صل من قطعك، أعطي من حرم. الأمر الثاني، طبيعة البشر أنه إذا أعطيت يعطيك، أي إنسان عنده وجدان. الإمام علي سلام الله عليه يقول اللي يساعد غيره، اللي يعطي غيره، إذا أعطيته تصير شنو؟ تصير أميرا، طبيعي يخضع لك، طبيعي راح يساعدك. نعم بالمية يمكن واحد ما عنده وجدان وضمير، بس أغلب الناس لا. أعطي، تريد الناس يحترموك احترمهم، تريد الناس يعطوك أعطيهم، تريد الناس يصلون إليك أنت هم لازم تصل إليهم، تريد الناس يعتبرونك عظيما اعتبرهم عظماء. تدري بعض الأفراد تروح يمه تشعر أنه عظيم، أنا في نظري هذا ما له قيمة، اللي تروح يمه تشعر أنت عظيم مو هو عظيم، هذا عظيم حقيقي.
خلي الناس يشعرون انهم عظماء في حضورك، عندهم كرامة، تحترم كرامتهم، تحترم انسانيتهم، تحترم ايمانهم، تحترم حاجاتهم. هذا اولا. ثانيا، اذا حدث الخلل فلا بد من اصلاحه. من لازم يصلح؟ كل الناس. سبحان الله، في الايات التي تقدمت على هذه الايه المباركه ربنا يقول: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. اوجب على جميع المؤمنين وجميع الناس التدخل، مو يبقى على حياد، التدخل للاصلاح في القتال وفي الحرب. هنا ايضا يقول بالنسبه الى اخوين، مو صار قتال بيناتهم، فالتلاسن بسيط، فالاختلاف بسيط، وما اكثر هذه الخلافات بين المؤمنين وبين بقيه البشر. على كل حال دائما الخلافات موجوده. هذا راجل تقدم عليه كذا كره ما ادري كذا، شويه صيح مثلا، اكو هالقضايا البسيطه اللي تحدث بين الزوج وزوجته، بين الاب واولاده، بين الجار وجاره، بين الموظف وموظف ثاني، هذه موجوده. بسرعه كل الناس لازم يتدخلون في قضيه الاصلاح والصلح. اصلاح وصلح والصلاح، ما عندنا مجال للحياد. ان تصلح نفسك، ان تكون صالحا، انت مسؤول عن نفسك، مسؤول ان تهذبها، ان تشذبها، ان تامرها، ان تنهاها. نفسك ايضا مثل طين اصطناعي بيدك، شوف شلون تريد ترسم نفسك، شلون تنصح نفسك، توعظ نفسك، تجبر نفسك على الخيرات، على الاخلاق الفاضله. هذا الصلاح. والصلح بين البشر، إشاعة السلام بين الناس، هذا ما يكون أن تكون محايد، لازم تحاول إشاعة السلام في العالم كما في الحديث عندنا. وبعد في قضية الإصلاح، أنا ما علي، ما يصير ما يصير بالشارع شفت اثنين دا يتعاركون، سمعت فلان وفلان اختلفوا، زوج وزوجة صاير بيناتهم صراع وكذا وخلاف، لازم تتدخل، هذا أمر الله. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الله ما يقول إنما المؤمنون إخوة فإذا وقع بينهما خلاف فأصلح. غريب في آيات القرآن وطريقة القرآن أنه يجيب أصعب قضية في البداية. يعني مثلا يريد يتكلم عن حقوق الزوجية، أول شيء يجيب قصة الطلاق. في سورة النور يريد يتكلم عن العائلة النظيفة الطيبة الطاهرة، أول شيء يجيب قضية الزنا وحكم الزاني والزانية. أصعب القضايا يجيبها في البداية، بعدين يجي على بقية الأشياء. طبعا هذا الشيء مهم جدا في الواقع العملي. يعني مثال كلش واضح وبسيط، ربما الإخوة سامعين من عندي، إذا أنت كان في يوم من الأيام عليك 10 واجبات، من جملة تكتب رسالة، من جملة تزور صديق، من جملة تتصل بواحد، من جملة تستقبل في الواحد، ومن جملة الأشياء أن تبلع لك ضفدع. الضفدع هواي صعب بلع الضفدع. ليش؟ لأنه الإيدين والرجلين للضفدع مفلطح، صعب أنت تأخذ ضفدع وتبلعه. لكن لنفترض بسبب من الأسباب علاج مشكلتك لا تعالج إلا ببلع ضفدع، عليك 10 أعمال بسيطة عادية طبيعي الإنسان يسويها، ومن جملة أن يبلع ضفدعة. إحنا شو نسوي عادة؟ آخر شيء نخلي بلع ضفدعة، صعب. الناجح مو هالشكل، يبدأ بأصعب الأشياء، أول شيء يبلع ضفدعة، بعدين يكتب له رسالة ويتصل تليفون ويستقبل صاحبه وينام ويأكل وإلى آخره. أصعب الأشياء أول شيء لازم تسوي. إذا عندك مجموعة مشاكل إحداها أصعب من غيرها، ابدأ بالأصعب. إذا عليك واجبات دراسة في المدرسة أو في الحوزة أو في أي مكان، وفد كتاب من الكتب أو درس من الدروس كلش صعب عليك، أول روح على ذاك، أول أدرخ ذاك بعدين روح على السهل. زين، إذا عليك أن تبلع ضفدعتين، واحدة كبيرة واحدة صغيرة، ومجموعة أعمال، تبدأ بياهي بالكبيرة بعدين تروح على الصغيرة. القرآن أول شيء يجي على أصعب ما يمكن أن يحدث، أنه طائفتين من المؤمنين يتداخلون بيناتهم حرب وقتال وإراقة الدماء، ما
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي قتال، وأنت لازم تتدخل في القتال وتقاتل فئة الباغي، أول يجيب ذاك بعدين يجي على الأصدقاء والإخوة. طبعا هذا إحنا كلمة صديق عندنا في الروايات، الصديق أشمل من الأخ أو الأخوة، صداقة والأصدقاء هذا فرد عنوان عام رواياتهم عدنا عليها. الإمام علي يقول ألف صديق قليل وعدو واحد كثير. حقيقة وسألت فد واحد فد يوم بشير عندك صديق وآي فكر قال واحد ليش واحد؟ فالطفل مرة صف الخامس قلت له كم عدد اللي في الصف وياك؟ قال 18 واحد. قلت له كم صديق عندك؟ قال 18 كلهم. قلت هذا ينجح للحياة، 18 زميل عنده في الدراسة، 18 صديق عنده، هذا هو الصحيح. ألف صديق قليل وعدو واحد كثير، عندنا روايات حول الصداقة، لكن أكثر رواياتنا حول الأخوة وعلاقة المؤمن بأخيه، بأخيه المؤمن، يعني علاقة أخوة مو علاقة صداقة. صداقة تسويها اليوم بكرة تتركها، الأخوة ما تقدر تتركها، الأخوة واجبة. أنا ما علي ماكو، أنا ما يعجبني أكون صديق فلان، خلتكم بس ما يعجبك تكون أخو أخوك؟ ما يعجبني هذا أخوي، ما يعجبني غصبا عنك هذا أخوك. ما يعجبك يعجبك، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. يا رسول الله مظلوما أنصر صحيح، بس أمرنا بأن ننصر الظالم، قال لا تمنعونه من الظلم. إذا أنت ما تمنع من الظلم يوم القيامة هذا يخلوه في نار جهنم، أنت مسؤول عنه، أنت مسؤول عنه. إنما المؤمنون، إنما أداة خصر يعني علاقة ثانية ما عندنا ما بين المؤمنين، إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذا صار صراع أصلح، واتقوا الله، اتقوا الله. أنا شنو شغله؟ شغله شيئين. الشيء الأول اتقوا الله بمعنى لا تكون محايد وتقول ما علي، اتدخل، هذا اللي ربط بالله، الله يحاسبك عليه اذا ما تدخلت. الامر الثاني، كثيرا ما المصلح لما يدخل يمكن ان يقع في مطب. شنو المطب؟ الرياء مثلا، يطلب مصلحه لنفسه، يطلب مصلحه لنفسه، مو قربه الله تعالى ولاصلاح ما بين اخوين عند مصلح. احيانا يدخل ما بين اثنين بدل ما يصلح يلعب على الاثنين. مثلا انا عندي مثالين، كان شخص مؤسسه في دوله اجنبيه، اشتغل في مؤسسه في دوله اجنبيه، هذا الشغل المؤسسه ان يتدخلون في العلاقات الزوجيه المتوتره لاصلاحها. شخص عنده مشكله مع صاحبه مع صاحبته فيتدخل ويصلح بيناتهم. أنا سمعت هذا الزوج زوجة ثانية، الزوجة الأولى أنا عقدتها له، سمعت زوجة ثانية بعد مدة شفتها في الحج، قلت له صحيح تزوجت زوجة ثانية؟ قال إيه. قلت له زوجت منه؟ قال زوجة فلان. زوجة فلان؟ شلون؟ قال والله صار بينهم اختلافات وما أدري شنو، أنا تدخلت وكذا وتاليها. بعد القضية وصلت الطلاق أنا تزوجته، تدري هذا في القانون الغربي هذا يحاكم عليه ويعتقل والمؤسسة يسدوها، يعني ما يصير كل واحد يجي يتدخل في قضية علاقات زوجية يصلحها بعدين يخلي عينه على الزوجة بعدين يوصل القضية للطلاق بعدين هو يتزوج المرأة. تزوج تلك المرأة والرجل إلى الآن الزوج يقول فلان أخذ زوجتي من عندي، طلعها من عندي هو تزوج. هاي وحدة، شخص موجود لا يزال. وقضية ثانية، نقل لي ابن أحد الرجال قبل مدة قال لي عن والده، قال فد واحد اجى عند والدي قال أنا متزوج وحدة مؤقتا، زواج المؤقت المتعة، الآن خلصت المدة أنا أريد مرة ثانية أنت تقنعها ترجع لي، ماذا تقتنع؟ قال أبويا راح قنعها وهو تزوجها. إيه هنا أنا مكان اتقوا الله،
انتبه خلت بين اثنين متعاركين على ملك كبير، بعدين شفت والله اكو فرصة عندك ان هذا الملك تطلع من الاثنين او تدخل نفسك بالنص، تدخل في الاصلاح قربة لله تعالى وما تخلي عينك يمين وشمال. لذلك مباشرة ربنا يقول واتقوا الله لعلكم ترحمون. اذا اتقيت الله ترحم. تقوى الله هنا، رحمة الله هنا مشروطة في قضية الإصلاح الذي قلنا أن الإمام علي يقول إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام بشرط، هذا الثواب بشرط تقوى الله لعلكم ترحمون. اسمحوا لي أقرأ بعض الروايات اللي جاءت في قضية العلاقة مع الإخوة. سر ميلاً عد مريضاً. سابقاً خو ما كانت السيارات والطائرات والقطارات والسفن وإلى آخره، الناس غالباً ما في الأماكن في المدن يمشون أو على أكثر التقادير يركبون على الحيوانات. سر ميلاً، ميل يعني قريب كيلومترين، عد مريضاً. بس بعض الأوقات تشوف الجار ما يعرف عن جاره، وإذا صار مريض إلى أن يموت ما عنده خبر عنه، يقول امشي ميلين ميلاً وعد مريضاً. سر ميلين شيع جنازة، فالواحد ميت بعيد عنك بقد 3 كيلومترات ونص 4 كيلومترات تقريباً، امشي امشي روح شيع. سر 3 أميال أجب دعوة عزموك، لا تقول أوه هذا بعيد 6 كيلومترات لازم أمشي، إيه. سر 3 أميال أجب دعوة. سر 4 أميال زر أخاً في الله، مو مريض مو ميت للتشيع زين، ومو داعيك على عزيمة. شو صار أكثر من تشيع جنازة وأكثر من عادة مريض وأكثر من هاي الأشياء. سر 4 أميال زر أخاً في الله، روح زور. سر 5 أميال أجب الملهوف. سر 6 أميال انصر المظلوم وعليك بالاستغفار. ثم قال الإمام قال عز من قائل فأصلحوا بين أخويكم. هذا يعتبر جزء من الإصلاح، لأن قلنا الإصلاح مو يعني تنتظر الخلل يقع أنت تروح لإصلاحه، تنتظر الجدار يتفطر يريد يوقع حتى تفكر في إصلاحه، السيارة تتوقف عليك بالطريق حتى تفكر في إصلاحها، لا، لازم عندك دائما عوامل الأخوة تشدها بعضها إلى بعض. مثل المؤمنين، هذا الحديث المعروف، خلي نصب عينك، مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد. هذا الجسد الواحد، كل الجسد شيء واحد في الحقيقة، صحيح أعضاء مختلفة بس مترابطة. الأخوة المطلوبة مثل أخوة الكبد مع الكلية، الكلية مع القلب، القلب مع الدماغ، الدماغ مع الدم، الدم مع الجلد. إذا عضو من أعضائك، يعني إصبع رجلك الصغرى، هذه الإصبع الصغرى هذه قامت توجعك، فأنت بالليل متنام عمي عيونك شو دخلها في رجلك وفي هذا الإصبع وهالمسافة الطويلة بينك وبين رجلك. الحديث يقول مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. مو بس سهر، صاير حتى الآن ترد ليلة ما تقدر تنام لأن أخوك المؤمن في مشكلة، صاير ما صاير؟ إذا ما صاير شوية إيمانك لازم تقويه. تداعت له سائر، صاير حتى الآن في الليل للصبح متنام لأن هنالك مظلومين في سجون الطغاة معذبين. إذا ما صاير ترى هذا الرواية متنطبق عليك. الإمام الصادق يقول المؤمنون خدم بعضهم لبعض. إحنا عندنا كلمة خدم وعندنا كلمة في القرآن حول ذلة. شايف أنا أحيانا واحد يقاطع واحد ثاني لما تقول له يقول لي سيدنا أنا كل شيء مستعد بس ما مستعد أكون ذليل عنده. القرآن يقول له لازم تكون مستعد. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافر. أعز أذل، خليه يذلك، أنت تحمل في سبيل الله. افترض هذا من رئيس دولة،
الآن سبك وشتمك بس أنت تعاطفت معه، أعطيته ما يحتاج إليه، ساعدته. ليش؟ لأنه ابن رئيس الدولة. تريد تتقرب إلى رئيس الدولة، تريد بكرة تقول أنا ساعدت ولدك مع أنه سبني وشتمني. زين، هذا عبد الله وفي سبيل الله أنت لازم تتحمله. الرواية الثانية، الرواية غير الآية، المؤمنون خدم بعضهم لبعض. قال الراوي: وكيف يكونون خدما؟ شلون يعني خدم؟ قال: يفيد بعضهم بعضا، واحد يفيد الثاني، هذا نوع من أنواع الخدمة. النبي، هاي الرواية أيضا عجيبة، طبعا ما أقرأها كلها، طول عليكم وداها من الوقت. للمسلم على المسلم 30 حقا، المسلم إلى حق على أخيه. هاي الحقوق وهاي الرواية مو رواية أخلاقية نذبها بسرعة كأنه الروايات الأخلاقية الزايدة مجرد موعظة، واجبات. هذه الحقوق واجبة عليك، بنص النبي: للمسلم على أخيه المسلم 30 حقا لا براءة له منها إلا بالأداء أو العفو. إلا بالأداء أو العفو، يعني تقول أنا ما أريد، ما يعجبني، يعني أنا ما أكون مجال، مثل ما تقول ما يعجبني أصلي، ما يعجبني أصوم، ما يعجبني أتقيد بقانون المرور، يأخذوك يضربوك كف ويغرموك يذبوك بالسجن، ما يعجبني. أنت مسؤول في هذه الحياة، أنت مو رب. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أنت عبد. يغفر زلته، يا أبو أخوك سوى لك في المشكلة وياه، اغفر له. أنا غالبا ما أتكلم مع بعض الأخوة، تراكمات عندهم في قلوبهم على إخوانهم، أو الزوج على زوجته، أو الزوجة على زوجها. جاني واحد مرة يريد يطلق، قلت له: كم سنة صار لك متزوج؟ قال: 35 سنة. قلت له: كم أولاد عندك؟ قال: 5. قلت له: بعد 35 سنة، بعد 5 أولاد، صاير خلاف بينك وبين زوجتك تريد تطلق؟ قال: لا والله سيدنا، من اول ليله قلت لي فلان شيء، وسنه ما كان صاير على زواجنا فلان شيء سويت. قلت: عجيب، فاتح لك فايل على زوجتك 35 سنه تسجل عليها، ليش ما تعرف تسوي ديليت؟ يوم اللي تشوف اشياء في كمبيوترك في موبايلك شوي صارت زايده وخربطات، تسوي ديليت. اغفر، اعفو، شو مجمع في بالك الأشياء كلها؟ يغفر زلته، هذا حق من حقوق إخوانك عليك. ويرحم عبرته ويستر عورته، شاف من عنده شيء ما يروح ينشره بين الناس. ويقيل عثرته، وقع في خطيئة في عثرة، أجي يستقيلك، يعني يطلب من عندك الإقالة. الإقالة شلون؟ مثال الواضح، اشترى من عندك بيت وأنت فرحان لأنه ربحت، بعد مدة اجى ندمان، قال: تعال رجع لي، رجع لي. إقالة الأخ، هسه عثرة صار، خطأ صار، ارتكب خطيئة بحقك، استقيل من عندك أقله. ويقبل معذرته، حتى في الرواية عندنا إذا واحد اجى قاعد على يمينك وضربك كف، اجى على اليسار قال: عفوا، قل له: أحسن، اقبل من عنده، مو أنه ما تقبل. ليش احنا ما نقبل من بعضنا البعض؟ هذا حق من حقوق. ويديم نصيحته، دائما ينصح. ويحفظ خلته، يحفظ الأخوة مالته. كم صديق في الحياة صاير وياك وتركتهم؟ إذا أجيت قلت لي أنا من أول يوم اللي بدأت أتصادق مع الناس ولا واحد تركته، أنا ما تركته، إذا واحد تركني على كيفه، هذا أنت صح، أنت على السكة. لكن يومية عندك صديق مزواج مطلاق، كل يوم يتزوج كل يوم يطلق، كل يوم عنده صديق بعدين يترك هذا الصديق يروح على واحد ثاني. يحفظ خلته أخوته وصداقته، ويرعى ذمته. يرعى ذمته يعني شنو؟ يعني فرد واحد اجى تكفل بواحد، هو تكفل مو انت، بس ما يقدر هذه الكفالة يؤديها، انت روح ادي عنه. ويرعى ذمته، ويعود مرضته، ويشهد ميتته، ويجيب دعوته، ويقبل هديته، ويكافئ صلته 30 حق. ما نقدر نكمل إحنا إلى أن يقول: ويحب له ما يحب لنفسه. ثم قال النبي، هنا الشاهد: إن أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئا
فيطالبه به يوم القيامة فيقضى له وعليه حق من هاي الحقوق متأدي. يوم القيامة يجي يوقفك بين يدي الله، الله يحكم إلى عليك. يعني هاي مو رواية نقول، هذه روايات أخلاقية. مع الأسف بعض الأوقات الروايات الأخلاقية كلها نريد نذبها بالشارع. يعني إذا عجبك تسوي، ما عجبك ما تسوي. لا، الروايات الأخلاقية أكثر وجوبا من الأحكام الشرعية، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ما عندنا روايات النبي قال لا خير في صلاتها ولا في صومها. عندنا مرأة هواية تصلي ودائما تصوم كذا، قال علاقتها شلونها ويا جيرانها؟ النبي قال، قالوا لا، علاقتها ويا جيرانها مو هالقد. قالوا لا خير في صلاتها ولا في صومها. شنو يعني الصلاة مطلوبة بدون أن تنتهي إلى التقوى؟ الصلاة بها أثر، إذا هذا الأثر ما موجود الصلاة ما موجودة. هذا المي بأثر يرفع العطش، إذا ما رفع العطش هذا مو مي. هذا الطعام أثره أنه يشبعك ما شكل. إذا الصلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر هذا مو صلاة. إذا الصوم ما يؤدي إلى التقوى هذا مو صوم. كم من صائم صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم 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 يعني بالليل ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. النتيجة مطلوبة، هاي الصلاة لهدف، هاي الأخوة هي امتحان الله بالنسبة إليك. بناء على هذه الأخوة رب العالمين يعطيك ثواب أو عقاب لا سمح الله. إذن العلاقة هي علاقة أخوة وعلاقة روح مع روح، مو علاقة مصالح. المصالح أيضا تجي، لكن علاقة روح بالروح. يأتي أحد الإمام الباقر سلام الله عليه يقول يا ابن رسول الله، أنا أحيانا بدون السبب شو قلبي مجزوم، صاير عندي كآبة، ما مرتاح، ماكو شيء، لا خسارة شيء، لا زعل ويا أحد، لا فقد عزيز، وضعي كلش زين. قال ربما حزنت من غير مصيبة. قال إن الله خلق المؤمنين من طينة الجنان وأجرى فيهم من ريح روحه. الله من ريح روحه أجرى فيهم، فإذا أصاب روح من تلك الأرواح في بلد من البلدان حزن حزنت هذه لأنها من. إن شاء الله بقية الحديث ليلة القادمة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.